النازع المذيع الاول الاخير ورئيس الوردية الصباحية بالقناة الفضائية السعودية. بنفلت عناية الدمار بان برامجنا كلها عالدربوكة. بصوا هي للدربوكة على الهواء مباشرة، ما بنسدلش ونزيع ولا عندنا منتشة، شغلنا كله على مية بيضة عشان احنا ما بنخافش من حد، دافعين المية والنور والكهرباء ومحدش كاسر عينينا في حاجة، عشان كده برامجنا كلها على الهواء وارسلنا كله على الدربوكة. بص عشان الدمار يرقص معانا ويهيص وعلى الدربوكة. وخش يا ولد معاكم برضه على الدربوكة وعلى الهواء مباشرة الرئيس النازع المذيع الأول والأخير ورئيس الوردية المسائية والصباحية بالقناة الفضائية الصعيدية. وبنفلت عنات الدموار بأن الزبزبة عندنا جديدة قوي وبتوصل لجميع الكواكب المحيطة، عطارد وشبرا وحلوان. وبنستهل برامجنا بعطل فني يلي عطل هندسي يا ليه عطل ميكانيكي طويل يستمر لمدة 3 ساعات. وبكده تنتهي برامجنا في الفترة الصباحية وعلى الدربوكة. برد معاكو على الدربوكة وعلى الهوا مباشرة الرئيس النازع. وبنستهل برامجنا في الفترة المسائية بالنشرة الدوية. وبنفلت عنات السادة المزاجين ان ما عندناش درجات عظمى ودرجات صغرى، كل عندنا درجات عظمى عشان ما يحصلش تلخبيط. وبنتمنى للجمهور ان الجو اليوم بديع ومستقر، حس ان درجة الحرارة وصلت للغليان ومحتمل سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح شمالية ودانوبية وزعابيب وسيول ورعد وبرد بشكل مفلت للأنظار. عشان كده بنتمن الدمار بأن الجو اليوم مناسب للتنزه والرحلات. بعد ما اطمنا على حالة الجو وشايفكم زقطتين، وقبل ما هنقدم لكم المسلسل العربي هنقضي حوالي 9 ساعات مع باقة جميلة من الإعلانات. بيكومبلكس 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 لا 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 بيكومبلكس لا بيكومبلكس مرهم جديد مفعوله أكيد بيكومبلكس بدهن منه بيكومبلكس ونخليلي قفايا قفايا حديد بيكومبلكس لتقوية عضلات القفا. حاسس بحاجة؟ أبدا. يعني إيه رأيك؟ بيريحني. بوي 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 احنا صعيدة معاكو على الدربوكة وعلى الهوا مباشرة الرئيس النازع. ودلوقتي معاد المسلسل اللي كلكم هتستنوه، والمسلسل هيتذاع على الهوا مباشرة. وما بنعرفش نمثل، اللي بيموت عندنا بيموت بجد، وابتداء من اليوم ولمدة 70 سنة. ربنا يدينا ويديكم طولة العمر. هنعيش مع الحلقة 90 من الجزء 99 من المسلسل الاجتماعي القصير كلاب الجبل. كلاب الجبل مليين الجبل
الجبل خليك الجبل هريدي يا ولدي هريدي انت فين هريدي انا قدامك يا بوي ايه مالك اياك قتلت بسطاوي ولا لا قتلت يا بوي بس هو كان عمل ايه اياك قتلت ومش خابر عمل ايه هريدي قتلت يا بوي وخلاص كنت زهقان وما لقيش حاجة عملها لازم تعرف يا هريدي احنا قتلنا ليه أنا قول لك هريدي قتلنا ليه قول يا بوي قول بس ده سر هريدي سر كبير يا بوي قول فتح لي مخك هريدي وانتبه كويس احنا قتلنا بسطاوي هريدي عشان شاف ميتك بتشرب مسكافيه شاف ميتي بتشرب مسكافيه الطار ولا العار يا ماي بوي 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 احنا صعيدة مش كاوبوي بوي 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 احنا صعيدة يا بوي 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 احنا صعيدة مش كاوبوي بوي 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 احنا صعيدة يا بوي معاك وعلى الدرابوكة وعلى الهوا مباشرة الريس النازع وبنذكر اخواننا في الصعيد ان اليوم في الفدرية هنذيع عليكم مباراة اعتزال وتكريم نجم المنتخب الصعيدي الكابتن هريدي وكابتن هريدي بنعتمده عليه في كل الرياضات في السباحة والمصارعة والبونج بونج والسيجا لعيب شامل النادي بتاعه اشتراه من مزاد عالمي بكاله وكابتن هريدي لعيب واعر بيمتاز لثلاث مهارات عالية أولا تضييع الوقت ثانيا الاعتراض على الحكم أحسن لعيب يعترض وأحسن لعيب يطرد وأحسن لعيب ياخد حد بدراعه وحنديكم نبزة عن الكابتن هريدي قضى في الملاعب أكثر من 35 سنة منهم 11 سنة احتياطي 15 سنة بيسخن وتسع سنين بتعالج وتعتبر مباراة اعتزاله أول مباراة يلعبها في حياته عشان كده الدمار متحفز ومهتم ومال ديابه بالطوب والزلط استعدادا لتكريمه يا أنا شايف مهرجان رياضي جميل وكابتن هريدي استعد للمباراة تمام وقضى ثلاث سنين في معسكر انفرادي بالدبل الاخضر واتمرن على كافة شيء الرسيات والبنيات لغاية ما نعاود ونذيع المباراة هنبشر اهل الصعيد بانه قد تم بعون الله افتتاح احدث دار حضانة في العالم حضانة هريدي للطفل الصعيدي تقبل الأطفال حتى سن التسعين نجهز بأحدث أنواع المرديع تعلم طفلك التشويح والتتنيح والتبقيع أول حضانة في العالم تهتم برعاية طفلك وتقدم له 13 وجبة يومية مكونة من الزلوط والبلوط وقلب البحر مع مشروب مسكافيه بالملوحة خد الشومة واسكت خد الشومة ونم لدينا أحدث درارات لسحب الأطفال من منازلهم حضانة هريدي مستوى رفيع تأديب وتهذيب وإصلاح خد الشومة واسكت خد الشومة ونم
شروط الالتحاق بالحضانة يكون ملوش عازة عند أهل واصل أن يجيد رياضة التزحلق في الطين ومصارعة الكلاب الضالة احضر شهادة تثبت أنه قد ودع أهل الوداع الأخير. خد الشومة واسكت خد الشومة ونم. طابور الصباح يبدأ بالتسخين ومداعبة لطيفة بين الأطفال بالشوم والنبابيك.